السلام عليكم الاخوان، كما قال لكم قبيله عندنا واحد المائده ديال المستعملات الاخوان، بغينا نشاركوها معكم ونوريكم التليفونات بونوكازيو اللي عندنا في المحل ديالنا. وما هادو كاين الايفون وكاين اندرويد الاخوان. غادي نبداو اخويا 13 برو ماكس، عندنا جوج قطع ديال 13 برو ماكس، هذه اللون الاخضر فيها 122 جيجا 96 فيها الباتري كتبقى 9800 درهم. وغادي ندوزو هذه حتى هي 122 90 في ليتر الشيبيه كتبقى 9500 درهم. عندنا الاكس اير، الاكس اير النقه ديال النقه ما ندوزش غير النقه شي حاجه مزيانه، 122 جيجا الباتري 90 الفوق كاينه في الاحمر كتبقى الثمن ديالها 3200 درهم. وعندنا الاكس اير 64 جيجا كاين اللوان كاين الكحل والبيض 64 جيجا كيبقى الثمن ديالو 2900 درهم، حاجه نقيه الاخوان. عندنا واحد البياسه من ايفون 12 128 جيجا 91 بيتا كتبقى الثمن ديالها 5300 درهم 128 جيجا. عندنا ال 11 برو ماكس 96 في ليتر 64 جيجا الثمن ديالها 5500 درهم. عندنا ال 11 الاخوان، عندنا واحد البياسه من 64 جيجا هذه لها الباتري ديالها 99 في ليتر كيبقى الثمن ديالها 4100 درهم. وعندنا 128 جيجا 91 في ليتر كيبقى الثمن ديالها 4500 درهم. عندنا البوكو ام 3 128 4 جيجا في الرام 1300 درهم. وعندنا الاس 7 اف او، عندنا جوج قطع وحده زرقاء وحده شيبيه الثمن ديالهم 2700 درهم النقا. عندنا هاد النوت 11 برو بلس 256 جيجا 8 جيجا في الرام الشارجور ديالها 120 واط الثمن ديالها 3500 درهم. عندنا جي تي ماستر 122 8 جيجا في الرام شارجور كارتونه ديالها 2700 درهم. عندنا 256 هذه النوت ديس بلس شحال الثمن ديالها؟ 3600 درهم 256 8 جيجا في الرام. عندنا اس ديس بلس 128 جيجا 2900 درهم نقيه. عندنا الاسفان سلك جي 12 جيجا في الرام، هذه راه سلك جي 12 جيجا في الرام كيبقاو الثمن ديالهم 3100 درهم. عندنا شاومي نوت 9 برو 122 6 جيجا في الرام 1700 درهم. عندنا هاد الفيفو هادي اكس 10 برو، اكس 10 برو شحال فيها من الكونفيك؟ 256 12 برام 256 12 برام، هي راه الايدج الثمن ديال هادي 3000 درهم. عندنا اس ايفون اس الاخوان ها هو بحال الويت، هذا راه احسن من الويت النقا 90 91 91 64 جيجا وحده بيضاء وحده كحله، شوف النقا اللهم بارك، شوف الاس او 1800 درهم حاجه نقيه. كما قلنا لكم الاكس اير هو هذا 2900 درهم. عندنا جوج بياسات من نوت ديس الاس 6 جيجا في الرام 128 شاومي نوت ديس الاس كيبقى الثمن ديالهم 1800 درهم النقا دراب الابلوس حاجه نقيه. عندنا جوج بياسات من ريدمي ديس 128 4 جيجا في الرام ولكن راه جداد اللهم بارك جداد، شوف الثمن ديالهم 1600 درهم. وعندنا بياسه من مي ديس تي برو 128 8 جيجا في الرام بالبروسيسور طالع على الاخوان الناس اللي كيبغوا التليفون باش يلعبوا، هو هذا الثمن ديالو 2400 درهم. وعندنا مي ديس تي برو 256 جيجا 8 جيجا في الرام لون برانت كلشي لعبات بحال بحال هذيك مختلفين في الميموار 108 بيكسل في الكاميرا طايا البروسيسور ديالها راه طالع راه فيها شي ستاندرا 800 وشي حاجه. المهم تي سي تليفون ناضي 2700 درهم 2700 256 هذا راه بالنسبه لهذا 256 غير 128 جيجا داير في السوق 2700 درهم، هذا راه 256 2700 درهم. هادشي اللي كاين يا اخواني خاصو شي حاجه ما حلاش.